هي الاطلاع الأموال الخشبية من برنس تخطص. مشاهدين أعزاء، أول شيء أقوم به لصق اليسار على جوانب الرقيب، أي الشمرة بتمارين وسخ الحيط. أقوم على الجناب 3 كما تشاهدون، وأقوم بالضغط على اليسار الشريطي لعدم دخول برنس بين اليسار والحيط. هذا يكون أول شيء يقوم به المحترفين لتفادي الأخطاء. أقوم على الجناب 3 كما تشاهدون، وأقوم بالضغط على اليسار الشريطي لعدم دخول برنس بين اليسار والحيط. هذا يكون أول شيء. أي كاريت الأحمر بالدرجة المغربية أو الشرقية. أقوم بالحق بساهم بشكل نوعي، أي معاوضة الحق. هذا ما يغير الطرف الأولى من برنامج توب جميل. إذن أعزائي المشاهدين، واصل عملية الحق والتركيز على الجناب وأماكن محفظة، أي كما يسمونه بالتالي السجن والفيديوهات.
Thank you.
ليعطي لنا الماء شبه أصلي منه، أو ما نقول أنه ليس أصلي. فوصلت إلى إتمام الطبقة الأولى، بالورق رقم 180 أو 220 أو 400. كل شخص يختار الورق الذي يناسبه، كما أخبرتكم مشاهدي الكرام أن عملي في الحرب التي أقوم بها فهي بشكل طوعي. لمعارضة الحرب بالنسبة للحفار أو السيليات أو الفيولات، أقوم بمسح الباب من الغبار، وتتم عملية المسح بثوب كالقطن مثلا، ثم أقوم باطلاقها بالطبقة الثانية، وهي تتم عملية الحصول على الخليط ب. بالنسبة للحفار أو السيليات أو الفيولات، يتم التركيز عليها جيدا من الأعلى إلى الأسفل، حتى الزوايا وأماكن المفاصل. أخذ 100 ملل من البرميز سانتيتيك 005 دولارين صغير في لتر نصف من الوايت سبيريت، ثم نأخذ 200 ملل من الوايت سبيريت الذي حصلنا عليه ونصبه في لتر من البرميز الأطلسطوب. ونضيف 100 ملل من الوايت سبيريت لتخفيفه ليعطي لنا اللون غامق خليل.
البرني أسرى اللامع مع الويت سبيريت ونخفف جيدا ونقوم بإطلاق الباب جيدا والتركيز في عملها. أدعوكم بالإعجاب والاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم جديدنا. طابت المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.